لابيل دو ستار الصباح دينا الصوت ديال الفنان سعيد الناصري وتصلنا بواحد السيده غنسمعوا اشنو وقع. انا شكون معايا؟ انا راه خايف عليك. كيفاش خايف عليا؟ ما فهمتش. وخايف دابا انت راه وليتي دجاجه بكمونه. وبلاتي بنت عارف راسك مع مكدو دابا. ما تثقيش بهادو راه باين راه من عيني باين. انا راه واش كنقول غزاله؟ واش كاين شي واحد كيدير لي زافر كنقول غزاله؟ ما كنثق الحمد لله. انا نهضر بالمعاني. انت معنيت عليك راه كنعرفك بعدا. حقاره. واش انت من الانسان ولا من الجن ولا شنو؟ قول لي بعدا واش انت من الانس ولا من الجن؟ وهذا تبهديل تبهديل. يا ربي صبرني دابا قول لي شكون معايا. حسبك المقاريش تتنقل من الموضوع النورة ما فهمتش انا علاش كتطور الهضرة. وشنو المطلوب مني انا؟ اش مطلوب مني؟ واش دابا انا ما بقيتش فيك دابا راه حرام راني رسمت راه قال لك العفو عند المقدرة. خليني اعطيني شوية ديال القيمة اعطيني شوية ديال التقدير. لا حاشا نبهدلك. دابا بنتي قول لي شكون معايا بالرجاء ولا قول لي شكون معايا دابا. هما العيالات ماشي رجالة. واش درتي 10 درهم ولا 20 درهم؟ ياك وهذا تبهديل وايلي ما تثقيش بهادو راه باين. وشكون هذا؟ انا خدمت شي فوق خدمت اللي بغيتي راه سوقي ياك دابا كتعايري فيا. انت عايرتك اودي تحط علينا شي بطاطا. حقاره عمري حقارتك. ولكن عمرها ما دخلت لنصاصات الليل. انا كاع ما كندخلش لنصاصات الليل. انا ما عندي حتى شي مشكل اصلا ما كنخرجش. انا بغيتك تفرغي شويه لدارك. انا باقا ما عنديش داري. انا بغيت نفهم واش دابا انا ما بقيتش فيك دابا. دابا حيد التبرهيش كامل قول لي شكون. وهذا تبهديل يلا باي باي. وما تعاودش تصوني صافي. يا ربي صبرني دابا قول لي شكون معايا. بازل لا باز بقى ضرر راسها حتى الاخر. لا صافي راه حيد فحالك. قول لي شكون انت. ما فكاش لابيل دو ساعة ديال جاي غدا في نفس التوقيت يقدر تكون نتوما اللي غادي نتصلوا بكم.